بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم احنا مشاركين في معرض عن تاريخ المسرح في الكويت منذ مرحلة قبل التأسيس الرسمي للمسرح، وهي مرحلة مسرح المدارس آنذاك، وعرضي مجموعة قطع تخص المسرح اللي تقدم في أيام المسرح المدرسي في أيام مدرسة المباركية آنذاك، ومن بعدها دشينا في القطع والمقتنيات اللي تخص الفرق الأهلية اللي تأسست الأربعة، اللي هي فرقة المسرح العربي، وكذلك فرقة المسرح الشعبي، وكذلك فرقة مسرح الخليج، وفرقة مسرح الكويتي. وبعدها طبعا عارضين بعض الصور اللي تخص رواد الفن في الكويت، منهم الموجودين عسى الله يطيل في أعمارهم، ومنهم اللي رحلوا عنا إلى رحمة الله تعالى. وكذلك في متكلمين عن الجانب المسرح أو التمثيل اللي صار في التسجيلات آنذاك في الاسطوانات قديما، وهي مثل التمثيلية اللي تقدمت على شكل اسطوانة أو بشكل اسطوانة آنذاك، وقام في التمثيل الفنان رحمة الله عليه عبد الله فضالة، وكذلك الفنان رحمة الله عليه حمد خليفة. وبعدها متكلمين عن المسرح الخاص اللي هو يضم يعني عدة شركات قدمت أعمال شهيرة، من أشهرها مسرحية باي باي عرب، مسرحية مضارب بني نفط، وكذلك مسرحية انتخب أم علي، وشيكات بدون رصيد، وكذلك هذا سيفه، وبعض من الأعمال القديمة. وحاطين طبعا جانب معين عن الفنان راحل عبد الحسين عبد الرضا، كوننا احنا اليوم في هذا الصرح العظيم اللي هو المسرح اللي تسمى في اسمه تخليدا لمسيرته رحمه الله عليه، وكذلك جانب معين عن الفنان الغدير سعد الفري عسى الله يحفظه ويطول بعمره، والكثير من الفنانين القدامى، وان شاء الله نقدر نوصل جزء معين للشعب الكويتي والمهتمين في المسرح. حبيت أشكر المهرجان الصيفي الثقافي على إتاحتهم هذه الفرصة لنا أن نتعرف على الكويت القديمة، ونتعرف على فنانين القدامى القديرين، منهم الفنان الراحل رحمة الله عليه، الفنان الكبير عبد الحسين عبد الرضا، ومنهم سعد الفري، ومنهم حياة الفهد وسعد عبد الله، الله يحفظهم ويطول بعمرهم يا رب. وللأمانة المهرجان أكثر 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 من رائع، واستانسنا بهذه العروض وبالمسرحيات اللي قاعد تعرض على مسرح الفنان عبد الحسين عبد الرضا، وقاعد تبين لنا الكويت قديما إيش كثر كانت بسيطة وحلوة وعلى قلب واحد، ما كان فيها لا تفرقة ولا عنصرية. أشكر على كل من أقام هذا المهرجان، من إدارة ومن ممثلين ومن مخرجين ومن الكاست اللي على التنظيم، يعطيهم ألف عافية وقواهم الله، لهم جزيل الشكر. وأتمنى نطمح حق هالمهرجانات إلى الأمام إن شاء الله وموفقين، وألف ألف ألف شكر. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيت أول شيء أتشكر منكم جميعا، وخصوصا المجلس للتنظيم لهذا المعرض الطيب، وهو توثيق للحركة المسرحية، وأيضا لتعريف الأجيال الحالية بالمسرح الكويتي منذ بداية التأسيس وما فعله هذه الفنانون العظماء، وجزاكم الله خير. ترى حتى من كثر الحضور ما شاء الله، حتى الأطفال والصغار والشباب عندهم تعطش وتشوق لرؤية هذه الأمور الطيبة إن شاء الله، وجزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تشرفنا في حضور فعالية من ضمن فعاليات المجلس الوطني للثقافة والفن والآداب لدورته 14، وهو معرض ينظم تاريخ المسرح في الكويت، حيث أن ذلك المعرض يعتبر معرض باروني تعرض فيه مقتنيات نادر الفن التمثيلي المسرحي، وأن هذا جدا مهم للأجيال القادمة لتنشيط الحركة الفكرية والمسرحية، إضافة إلى تعريف الأجيال الشبابية بتراثهم